الفاضي حاجات هتعجبني؟ ايه يعني اللي هيعجبني في الصحراء؟ كتان هتاخد بركة القديسين. بركة القديسين دول مش اللي زي حالاتي، انا في دنيا ثانية خالص. ايه الفرق بينك وبين اي قديس؟ تعرف معظم القديسين كانوا ناس خطاة زينا تمام، والقديسين دول كانوا بيسهروا زي كده ولا بيعملوا اللي انا بعمله؟ على العموم بلاش نبدا الاحداث، هدي نفسك، لما نوصل هتشوف وهتسمع حاجات هتعجبك قوي. يا اخي اشوف ايه واسمع ايه؟ انا هوتك وجيت وبس. سيدي برهان ده مش عارف اعمل له ايه. ايه عمل لك ايه ثاني؟ النهارده الصبح بدري كنت مجهز الحصان عشان يطلع يصطاد مع اصحابه، جه يركب الحصان الزحله وقع، راح اصحابه يضحكوا عليه، جريت انا ومشيت وراه وشلته من على الارض، قعد يشخط فيا ويشتمني ويقول لي ما ربطتش السرج كويس ليه؟ وايه يعني لما يشتمك؟ وده حاجه تزعلك يا موسى؟ لا اصل اللي قلت له انت اللي مش عارف تركب. بصيت لقيت الكرباج نازل على وشي، شايف؟ معلش يا موسى ما تزعلش نفسك، اصل من كسوفه بيطلع همه فيك. وماله لما يضربك وفي حد يقول لي سيده انت غلطان؟ Thank you.
الشمس يا منبع الحياة. ما أروعك، لكن ليه بتشرقي كل يوم على ناس ظالمين؟ ليه ما بتحرقيش السادة الظالمين المفتريين؟ ليه؟ 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 ليه سيباني أعاني كل يوم وأنا بجري وسط الكلاب أجمع الصيد بالسادة والأسياد؟ برهان هو اصحابي رجعوا من الصيد وعايزينك يا ولد. يا انترس يا انترس. يا ولد يا انترس. يا ولد انت يا ولد يا انترس. اجري اجري بسرعة. تعال 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 يا رب. خمس ليه خمس ليه. تعال اجري اجري بسرعة في اتجاه الشمس. هات الغزال اللي اصطاد سيدك لينا واوعى تيجي من غيره. اجري اجري بسرعه. حرام عليك، الغزال سريع جدا وجامد وحتى اصابته خفيفه. جرايه يا سنين، ما هو كمان سريع وجامد. امال احنا مش سنينه ليه؟ اظن بقى جوعنا على الاخر. اتفضلوا اتفضلوا ناكل لهم. اتفضلوا اتفضلوا. دلوقتي ما بتقومش بعملها كويس. يعني عايز تقول ان في نوع من التمرد ضدهم؟ طبعا، ما دام بعض الاساتذه بيعتقوا عبيدكم الباقي يشتغلوا ليه؟ العيال المسيحيين اللي عايزين يتساووا بين الاساتذه والعبيد. ما هو لازم كده. لما الله اله الجميع، لا اسياد ولا عبيد. طول عمرنا نلاقي اسياد وعبيد. جاي دلوقتي تقول الكلام ده؟ عن اذنكم يظهر ان احنا مش هنتفق في الموضوع. اقل مين على فين؟ زمان العبد الاسود جاي وجايب الغزال بتاعك. اقعد 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 يا مينا اقعد يا مينا. فين الغزال؟ الغزال سريع جدا وما قدرتش امسكه. سريع؟ من ده كمان سريع؟ سريع؟ الغزال سريع جدا وما قدرتش امسكه. فين ده كمان سريع؟ اوعى يا مين اوعى اوعى. صحيح.
تتأخر شوية. عكنن عليا الكلب ده امبارح. كلب؟ كلب ايه؟ العبد الاسود. ميتيكته ضربته علقة لما حريت جبتته. موسى؟ لا. مالكش حق. ده ولد طيب القلب. طيب القلب؟ ما انت فاكر؟ مش فاكر يا والدي لما مسك الكلب بتاعي وخنعه بايديه؟ خنعه؟ ما الكلب كان متوحش، وكمان الكلب عضه في رجله عضه جامده. على العموم اهو خد جزائه، خد ضرب يوميها لما كان هيخلص خالص. ايوه انا فاكر اليوم ده كويس. ده كان حزين لان الكلب مات، مع انه كان بيدافع عن نفسه. تقيل عليك. لا يا بوس، روح انت اجري مع الكلاب علشان تمرنهم، احسن سيدي برهان يضربك تاني. انا خلاص زهقت، ما عدتش شويه اقعد هنا. لولا حب سيدي الكبير، كل يوم ضرب وعذاب واهانه. كل الاسياد كده يا ابني، مفيش فيهم حد يعرف الرحمه الا سيدي مينا. تعرف ان ابوه عتق العبيد اللي كانوا عنده كلهم؟ بيقولوا لانه مسيح والاله بتاعهم بيساوي بين العبيد والاسياد. قاعد بتاب الكلاب من غير جرد، من غير جرد، من غير جرد، من غير جرد. يا ويلك
عفت الليلة كالتمام يا ريس. ننام على اسبوع. مفيش حاجة اسمها النار. السادة المغرورين دول لازم نأدبهم. إذا كانت الشمس مش عارفة تعمل لهم حاجة هعرف ازاي انا أدبهم. اللي لازم قصر الامير لازم ينهدم. المحاصيل تنحرق والرجالة تنقتل والنسوان بتوعهم تجيبوهم هنا. مفهوم؟ مفهوم يا ريس. الخطة زي ما فهمتكم. هما هيكونوا في الوادي. تركبوا انتوا الجبل. واول قعبار ما يدي الاشارة تبتدي الهجوم بالحجارة من فوق الجبل. ماشي؟ ماشي. قعبار. عايزكم انتوا راجعين تبعت اثنين من الرجالة للمغارة اللي في الجبل الشرقي. تشوف لي مين فيها اللي قاعدين دول. قاعدين بيعملوا ايه هناك؟ اكيد هتلاقي عندهم كنز ولا حاجة. وماله يا ريس؟ مفيش. لمحت واحد بيبص علينا. اول ما شافني ركب حصانه وجري. لحق الشوف ده هيخلص عليه. مش هيلحق يقول لحد حاجه.
ربنا الشيطان مشي ويب. يا راي يا ابا قبل كده اهل العزة جرحوه. ما انا عارف يا ابني علشان كده ده عنيد وجبار وما يعرفش الرحمة. ضروري ضروري هيجي الليلة وينتدم منه. ايوه هو يا ولاد استخبوا يا ولاد وسيبوه ياخد اللي هو عاوزه. Thank you.
وهم يعرفوك كل حاجة. عقبال الاسيس؟ اسمه ايه الرئيس الكبير بتاعهم؟ هم بينهم زي الغير لكن كبير وصغير. لكن اسأل عن الاب سيزورس وهو يشرح لك كل حاجة. الاب سيزورس؟ طيب انا حاخد الخروف ده وانت خد دي بدل الخروف. ما تكونش زعلان بقى. Yeah.
تأثرت. يمكن يا راجل تكون كنز تقيل عليهم. طيب ادخل جوه شوف الناس اللي جوه الصالة ولا لسه. جوه عاوزينك انت يا ريس. بتاعة الحظ ما تتعوضش. حظ ايه؟ انا دماغي مش فايقه للكلام ده. انت بتكلم مين؟ يا وحش الجابر، ده سيفه يا معاك عرقان. امال شفت عليا ليه لو ما كانش قلبك رحيم؟ مش قال لك انا وحش الجبل؟ الشر بيصارع الخير جوا قلبك، لكن انا متاكد ان الخير حينتصر. خير؟ خير اللي حينتصر؟ ضروري. انا متاكد ان ربنا يقدر يغير قلبك. الرب يستطيع ان يخرج من الاكل اكلا ومن الجافي حلاوه. انه يريد ان الكل يخلصون والى معرفه الحق يقبلون. انت بتبقى فم بتقول ايه؟ ربنا ما يصعبش عليه حاجه. ربنا ده ايه؟ اسمع، انت بتعبد الشمس ولا القمير؟ لا بعبد لا ولا ولا لا. انا راهب مسيحي. مسيحي؟ صحيح، من كل اللي في المغاير رهبان مسيحيين. ايوه كلهم مسيحيين. على كده بقى انت تعرف الاب اللي اسمه الراهب بتزور. انا بحب المسيحيين. قابلت زمان شاب طيب اسمه مينا، قال لي كلام جميل عن اله المسيحيين. قال لي انه حرر العبيد. عشان كده انا بحب المسيحيين. انا سبت سيدي وصرت عليه. انا بقى دلوقتي من اتباع الهكم. لا لا لا، انا بطالبك انك ترجع لسيدك وترضى له. ارجع لسيدي ده ايه؟ ده انا خلصت عليه من زمان. لكن ده السيد مينا عرفني ان المسيحية بتساوي بين العبد والحر. مظبوط. امال عايز نخضع ازاي؟ المسيحية بتطلب من العبد الخضوع وفي نفس الوقت
السيد ان يدي عبيده العدل وسواء. انا مش فاهم حاجة، بس عايز اعرف حاجة واحدة. المسيحية بتساوي بين العبد والحر ولا لا؟ بتساوي بين كل الناس. بس خلاص تبقى دي انا عظيمة. مش انها بتساوي بين العبد والحر وبس، انما عظمتها الحقيقية انها بتحرر النفس من الشر اللي جواها. السر كله في رب المجد يسوع اللي اتصلب ومات من اجل خطايانا كلنا. صحيح، انا سمعت قبل كده ان الهكم مات. ايوه، لكنه قام وقومنا معاه. ايه مات وقومكم معاه؟ انا مش فاهم حاجة. طب خلاص يلا بلاش دوشة، يسوع بيحبك وعايزك. قلت خلاص امشي بقى بلاش دوشة، يلا امشي. حاضر امشي، راح اصلي لك علشان ربنا يكافئك بالخير ويبارك جنبك الرحيم. محيراني وحيرة رجالة كمان. عبار
مش عارف انا قد ايه بكره الظلم، قد ايه بدافع عن المظلومين. انت واحنا وكلنا بندافع عن المظلومين، حتى بالأمارة بنقتل الرجال ونسرق القوافل وناخد النساء. اسمع قعبار، انت الوحيد اللي اقدر اتكلم معاه وافتح له قلبي، وانا تحت امرك يا رايس. عايز تقول ايه؟ انا زهقت من عيشة الجبل وحياة الدم. عجيب يا رايس، ساعات تبقى مستعد تموت قلوب وتبقى زي الوحش اللي ما بيشبعش من الدم، وساعات يبقى قلبك رقيق وحنايز. انا وبهرام كنا صغيرين، كنا بنلعب مع بعض، كان هو اللي يكسر الحاجة وانا اللي انضرب، كنا بالسابق، ولما اكسب السبق انضرب عشان سبقته. وكبر برهام وبقى يطلع يصار، كان يجريني مع الكلاب وهو راكب الحصان، كان ينزل بالكرباج على وشي بسبب ومن غير سبب، احس بالعار والذل لغايه ما زالت النار جوا قلبي وسيطرت عليا فكره واحده، الانتقام من كل الاسياد. كان ممكن بضربه واحده من ايدي اخلص عليك. واديك شايف انا وصلت لايه، بعيد زي الوحش، لكن ما بحبش اذي حد مظلوم ابدا. رئيس موسى مالك سلامتك؟ كنت بصرخ تحت ضرب الكرابيج والكوي بالنار، ما حدش يسمع صرختي، انا ما بطيقش اشوف حد بيصرخ ابدا. لا ده كلام كبير قوي يا ريس. تعرف يا عبارة، انا سمعت عن الرهبان الاسقيط كلام غريب. سمعت عنهم يا ريس؟ سمعت انهم عايشين في سلام وعداله، كبرهم زي صغيرهم، ما بيقذوش حد، نفس الحاجات اللي بحلم بيها. يا ريس موسى ما يغركش منظره، انا كمان سمعت انهم صح. في ناس بيقولوا انهم سحر، وانا ما بعترفش بالسحر، انا عايز اعيش انسان زي اي انسان. ايه اللي جرى في الدنيا يا عالم؟ ايه اللي قلب حاله القلبه السودا دي؟ انت طالع معانا عمليه الليله ولا لا؟ الرجاله اخر مستنيني. راحتك يا رايس، دينا رجالة.
الأشرار. مكت يا رب ذاتك واعطي العالم أن يعرفك. أعطي العالم أن يعرفك. امال جاي ليه؟ اطمئن اطمئن، انا مش جاي الدير علشان اسرق حاجة او اعزي اي واحد فيكم. امال ساعد روحك وجاي لغايه هنا ليه؟ انا جاي علشان اقابل واحد اسمه ايسيدورو. ايسيدورو؟ انا ايسيدورو، لكن ايه اللي اقدر اقدمهولك؟ انا بدور على حاجة والحاجة دي مهمة بالنسبة لي. يظهر انك غلط وتقصد واحد تاني. لا انا عظك انت، انت بالذات. اقفل الباب. في يوم من الايام قابلت راعي وسألت، هو اللي دلني عليك. قال لي روح الاديرة اللي في الاسقيط واسأل عن الاب إيسيدوروس وهو اللي يقدر يساعدك. أخذت الندم. نفسي أعيش في هدوء وسلام زيكم. الناس بتخاف مني، بتهرب لما بتشوفني. ليه أعيش بالسرقة والنهب والقتل؟ ليه؟ من الإله وهو يدلك على عمل شريف تاكل منه لقمتك بعرق جبينك. يا ما نجيت الشمس وطلبت منها لكن مفيش فايدة. الشمس وليه ما طلبتش من الإله اللي خلق الشمس وخلق كل شيء؟ قل لي مين هو؟ دلني عليه. ما هو انا علشان كده جاي لك، لازم تدلين عليه. مين هو؟ هو الرب يسوع المسيح. يسوع المسيح؟ وممكن يسوع المسيح يقبل توبتي ويغفر لي ذنوبي؟ لو امنت بيسوع المسيح وسلمت له نفسك وعملت الاعمال اللي وصانا بيها، يغفر لك كل ذنوبك ويطهرك منها. مهما كانت الذنوب دي كتيرة وفظيعة، مهما كانت، المهم انك تتوب عنها وتعترف بيها وما ترجع لهاش تاني.
اللي طلبوه، العسكري اللي طعنه في جنبه وهو على الصليب، آمن بالمسيح وبقى قديس، وكمان ابن اللص اللي كان مصلوب جنبه. هو ابن اللص زيي ويمكن اشر منك. طيب اعمل ايه دلوقتي؟ انا عايز ارتاح، نفسي ابتدت تهدى، انا فعلا ابتديت احس بالراحه. انت زي كل المسيحيين اللي قابلتهم، وشك منور ومريح. قولي اعمل ايه دلوقتي؟ اعمل ايه دلوقتي؟ امن بس بالرب يسوع. ومين هو يسوع؟ انا مش فاهم حاجة. انا ياما كنت بناجي الشمس واقول لها ان كنت انت الاله الحقيقي عرفيني، ايها الاله الحقيقي الذي لا اعرفه عرفني ذاتك. انا في يوم قابلت راعي قال لي روح الافقيت وهناك هتعرف كل حاجة، واديني جيت لك اهو، عرفني بقى. امن بس بالرب يسوع وتوب عن خطيتك والرب يقبلك. انا مستعد امن بيه من غير ما اعرفه، انا بحبه مع اني ما شفتوش. بيتهيألي انا شايف صورته في وشك يابا، وفي وش كل المسيحيين اللي قابلتهم. انا بحب الهك، وهو كمان بيحبك، وهو اللي جابك هنا، وحيحول قلبك لصفحة بيضة. انا وشي اسود وقلبي كمان اسود. قلبك حيبقى ابيض ووشك حينور بنور المسيح. عايز ابكي كتير ودموع تنزل، مش هنكسف مش هقبسها، ليها طعم حلو يغسل قلبي. ارفع قلبك لربنا، قل له كل حاجة، كلم يسوع، قل له على كل آلامك، عهده على التوبة، وقل له في كل وقت: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. قول: يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. كويس. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. كويس كويس. ودلوقتي هسيبك عشان اشوف اخواتي الرهبان وارجع لك تكون محبتك زادت ليسوع. ما تسيبنيش يابا. الرب معاك. زعلك تاني ابدا ابدا. شيل من عليا منظر الدم، شيل شيل. انا ما كنتش شايف غير لون الاحمر في كل عشتي، في اكلي في شربي بالليل بالنهار. يا ربي
يا ربي يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح اديني سلمت لك نفسي. قلبك لربنا وقول له كل حاجة. كلم يسوع قل له على كل آلامك، عهده على التوبة وقول له في كل وقت يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. يا ربي يسوع المسيح ارحمني انا الخاطي. انا غريب وتايه وضعيف، نفسي اعيش في هدوء وسلام، نفسي اعيش في سلام. انا قلت لاخواتك يحضروا لك حاجه تاكل. انا عايز اقعد معاكوا هنا على طول. لكن ده انا باكل خروف كل يوم ودي حاجه كتيره عليكم. شوف يا موسى، انت هتقعد معانا هنا شويه، ولما تتاكد من عمل النعمه في قلبك نعمدك، وبعد كده ان كنت ناوي تقعد معانا هيكون في تدريب تساعدك انك تتغلب على جميع الشهوات. ايوه الراهب قال لي ربنا ما يصعبش عليه حاجه. سلام لك يا رب. سلام والنعمه. ما سمعتش يابا. ايه في ايه؟ مبروك. على ايه؟ الاخ موسى ناوي يقعد معانا هنا على طول. كويس، لكن ما انتوش خايفين منه؟ ان جيت الحق يابا الرهبان كله خايفين منه. اطمئنوا، ده طيب وقلبه رحيم قوي قوي. على العموم انت عارفه اكتر مننا.
اسم الآب لأن الله فوق، والابن لأنه نزل وتجسد من السيدة العذراء مريم، والروح القدس من الشمال رمز الموت والهلاك، إلى اليمين رمز النعيم الأبدي. إله واحد آمين. فهمت بقى يا موسى؟ كيف يا موسى؟ الرهبان خايفين منك ازاي؟ اصلهم ما يعرفوش ان النعمة غيرتها. نشكر الرب يسوع. هعلمك النهاردة حاجة جديدة يا موسى. كل تسبيحة يبقى فيها ضرب بالدف. تعرف تضرب على الدف؟ خد جرب، خد جرب. لا يا موسى لا، هات وانا هعلمك. شوف بقى، تمسك الدف كده اهو، ولما تيجي تضرب شوف اثنين فوق وواحدة تحت، واثنين فوق وواحدة تحت وواحدة فوق كده اهو. عرفت بقى يا موسى؟ ودلوقتي هسمعك لحن بيتقال في صوم الرسل، وحاول تحفظه. رميت نفسي في احضان الشهوة والرذيلة.
وقت في البلد اشتهيت ان كل اللي يملكه الناس من مال ومتع وخدم وحشم يبقى ملكي انا في ايدي انا. اشتهيت كل اللي تشوفه عليا سرق نهب قتل. السلام والنعم. مبروك
يا اخ موسي، اديك بقيت كلك ابيض فابيض، يا ريت من جوه كمان ابقى ابيض.
خموس سيل الزلابين. انا عارف ان انا راهب كفلان. لا يابا، سيبني اعمل حاجة تنفعني قدام عرش المسيح. من فضلك يابا ما تقولش لحد. مسكين يا موسى يا بوش سوي، عملت شرور كتيرة وما انتش عارف تعمل الا خير بسيط. Thank you.
ازاي معاهم. ربنا يرشده للتصرف بحكمة. عاوز خلاص كل الناس وعايزهم يعرفوا الحق
وهو حيستناك وحيقبلك. طب احنا ماشيين بقى؟ لا ازاي، ناكل لقمه محبه الاول وبعدين تكفي. بس اوعوا ترجعوا للسرقه تاني. من 10 سنين اهرتني وزنها على وزن حبة الفول دول ولقمة العيش دي. ليس بالخبز وحده يحيى الانسان، ربنا يبارك لنا فيه. قد احنا بقينا 500 راس الدير وكل يوم بنتعلم منه حاجة جديدة. القلب على اخوك، كلنا ممكن تغلبنا الافكار الشريرة، لكن احسن للانسان ان يموت عن كل شر ولا يزعلش حد قبل ما يرحل من الجسد. صلاته تكون معنا ولربنا المجد الدائم الى الابد.